السلام عليكم ورحمة الله، لأنني بديت الفيديو وتعاود. بون غادي نشوفوا في الفقرة ديال اليوم، حل معايا دماغك. ايغاليتي دو دو نومبر كومبلكس تساوي عددين عقديين، تساوي عددين عقديين، جوج ديال الأعداد عقدية متساويين. غنشرحوها بالتفصيل. غنبدا بالعربية، غنكتب بالعربية، كتب معايا بالعربية، تنسالي العربية عاد باش غندوز للفرنسية. يعني علاش غندير هكا؟ باش إلا كتبتي بالعربية دوز الفيديو، إلا مبغيتيش الفرنسية من بعد راه غتلقى أمثلة. داكشي علاش تنقول لك كتب ورد البال، غندوز أمثلة، دوز على الفرونسي إلا ما عندك ما دير بها. الناس ديال بيوف ما عندك ما دير بالعربية، دوز للفرنسية. بغيتي تستافد بالعربية، استافد بالعربية حتى هي. راه من بعد غنكتب بالفرونسي، من بعد غنطبق المثال، والمثال راه غيكون فيه على الحساب. تساوي عددين عقديين، غنديرو خاصية. حتى بديت كنكتب نقول ان عددين عقديين متساويين. داكشي علاش شتوني حاط انا جوج ديال الفترات. هاتهم، هذا عدد عقدي، هذا عدد عقدي، وهذا عدد عقدي، جوج. هذا العدد العقدي كامل كيتقسم جزء حقيقي وجزء تخيلي. هذا العقدي، العدد العقدي، في جزء حقيقي وجزء تخيلي. حقيقي تخيلي، حقيقي تخيلي. حنا غنقولوا امتى غيكونوا متساويين، امتى غيكونوا متساويين؟ الا كان الجزء الحقيقي يساوي الجزء الحقيقي ديال العدد الثاني، والجزء التخيلي يساوي الجزء التخيلي، وهذه منطقيه. هذه الخاصيه حنا ما كنعطيوكش جوج ديال الاعداد بحال بحال، لا. غنشوفوا التوظيف ديالها في التمرين، كنبغيو نجبدوا بها واحد العناصر اخرى. المهم نفهموا الخاصيه، حيت كتكون صعيبه على التلاميذ يفهموها معاك، كتكون مكتوبه، وانا غادي نمشي معاك ايطاب باغ ايطاب ان شاء الله باذن الله، تقدقوا وغتفهم. قلنا نقول ان عددين عقديين متساويين اذا وفقت، اذا كان لهما نفسه. بغيت نكتب هذه الجمله، غنكتبوا الجمله واخا ماشي كوريكت 100%، وانما غير باش نسهل الخاصيه. نفس الجزء الحقيقي هي راه متساويين، ما لقيتش صياغه احسن. ونفس الجزء التخيلي، شوف هاد الصياغه غادي عبينان، نفس الجزء الحقيقي ونفس الجزء التخيلي عبينان. واخا شنو معناها الخاصيه؟ هي المهمه، هي اللي بغا نكتب دابا. نرجعوا بعدا، اول حاجه غنكتبو حنا، انا راه كتبادين. الا قلنا عدد عقدي سميناه زد، راه كيكون في المجموعه السي، يا اما كنقولوا عدد عقدي اولا كنقولوا زد ينتمي الى المجموعه السي، ياك. غنخدموا بجوج حنا، زد بريم ينتمي الى السي. علاش جوج؟ يلا كنت حاط جوج ديال لي فاتر، زد وزد بريم، زد بريم ينتمي الى السي، هذا هو العدد العقدي الاول، العدد العقدي الاول والعدد العقدي الثاني. العدد العقدي الاول عنده شكل هو اكس زائد اي ايغريك، والعدد العقدي الثاني هو زد بريم، عنده اكس زائد اي اكس بريم زائد اي ايغريك بريم. دونك هادو جوج ديال الاعداد العقدي، هذا جزء حقيقي وهذا جزء حقيقي، هذا جزء تخيلي وهذا جزء تخيلي. خاص يكون اكس يساوي اكس بريم وايغريك يساوي ايغريك بريم باش نقولوا زد يساوي زد بريم. هادشي اللي غادي نكتبوا حنا. دونك شحال من حاجه غنخدموا بها حنايا؟ غادي نخدموا، غنخدموا بعدا بالزد. ها انتوما الا بغا نخدموا غير بالزد، دونك هنا زد ليكن زد وزد بريم من درتي السي، لا كنديروا السي مربعه باش تفهموا الكتابه كيفاش كنحرر. عندي زد وزد بريم، ما كنقولوش السي، السي مربع. علاش درنا مربع؟ حيت زد وزد بريم كون كانت غير زد غتكون السي، لان كاينه زد وزد بريم غتكون السي مربع. العددين العقديين متساويين اذا وفقت، اذا كان، يعني الا قلنا زاد يساوي زاد بريم، هاد اذا وفقت اذا كان غنعبروا عليها بالتكافؤ، لهما نفس الجزء الحقيقي، يعني الجزء الحقيقي كنرمزوا ليه بالريال دو زاد يساوي لو ريال دو زاد بريم، و ليماجينير دو زاد ايغال لا بارتي ايماجينير دو زاد بريم. رجعت شوفوا شادي الجمله اللي كتبناها، عددين عقديين متساويين هما علاش عقديين؟ وقلنا في السي مربع، زد يساوي زد بريم اذا وفقت اذا كان الجزء الحقيقي لزد يساوي الجزء الحقيقي لزد بريم، والجزء التخيلي لزد يساوي الجزء التخيلي لزد بريم. صافي.
الا بغا نخدمو باكس واكريك خاصي خاصنا نكتبو ثاني، خاصنا نكتبوها بطريقه اخرى. هذه هنا غادي يكون عندنا اكس واكريك غنقولو راهما كاينين. الجزء الحقيقي يساوي الجزء الحقيقي، والجزء التخيلي يساوي الجزء التخيلي، يكافئ زد يساوي زد بريم. العدد العقدي هو اكس اي زائد اي اكريك يساوي اكس بريم زائد اي اكريك بريم. هذا هو المعنى ديالو، اكس واكريك اعداد حقيقيه واكس بريم واكريك بريم اعداد حقيقيه. هذا الجزء الحقيقي لزد راه هو اكس، والجزء الحقيقي لزد بريم هو اكس بريم، الجزء الحقيقي لزد هو اكريك، والجزء عفوا التخيلي، والجزء التخيلي لزد بريم راه هو اكريك بريم. اكس زائد اي اكريك راه هو زد، اكس بريم زائد اي اكريك بريم هو زد بريم، واخا تقلبوهم ماشي مشكل. دونك هذه الخاصيه اللي كتبناها حنا شرحناها، التوظيف ديالها هو اللي مهم. ندوزو عاد الفرنسيه باش نكتبوا هذه الخاصيه بالفرنسيه، ويا ريت لو ان التلام ديال الفرنسيه يرجعوا يشوفوا لانني شرحت شي امور. دونك الا بغينا نكتبوا هذه الخاصيه هذه، دونك عندنا تساوي عددين عقديين 1 3 égalité 2 2 nombres complexes عددين عقديين بالفرنسيه غيستافدوا الا رجعوا شافوا الشرح بالعربيه اكثر، غيستافدوا اكثر. غنديروا بروبوزيسيون هنا، واحد الخاصيه غنكتبوها بروبوزيسيون 1. في لا بروبوزيسيون 1 غنكتبوا الخاصيه دابا، امتى كنقولوا دو نومبر كومبلكس راهم ايغو، ايغاليتي دو نومبر كومبلكس. امتى كنقولوا ايغاليتي يعني التساوي، امتى كنقولوا متساويين. دو نومبر عددين عقديين دو نومبر كومبلكس سون ايغو متساويين، سي اي سولمون سي، اذا وفقط اذا، سي اي سولمون سي، اذا وفقط اذا ils ont les mêmes، je pense que غنكتبو les mêmes، ils sont et seulement si ils ont، بلاش نديرو حنا كاع لو ils ont même partie réelle، عندهم نفس الجزئين الحقيقيين، et même la même ou la même et même partie حيت عندي جزئين imaginaire، عندهم نفس الجزئين الحقيقيين، نفس الجزء الحقيقي ونفس الجزئين التخيليين. صافي الا بغا نكتبوها بلا مات راه هي كيلكو سوا زد زد بريم كي ابارتيان ا سي او كاري، باش تكون لا بروبوزيسيون كامله. قبيله ما درتهاش هنا في العربيه، زد ايغال درت سوا زد بريم ايكيفالون سي اي سولمون سي، الكومبلكس زد العدد العقدي زد يساوي العدد العقدي زد بريم الا كان عندهم نفس الجزء الحقيقي، يعني لا بارتي غيال دو زد ايغال لا بارتي غيال دو زد بريم. اي كملوا في نفس السطر الله يرضي عليكم، لا بارتي ايماجينير دو زد ايغال لا بارتي ايماجينير دو زد بريم، يكونوا متساويين. صافي خاصهم يكونوا متساويين. واحد لا غومارك درناها درناهاش في الاول، دونك غنشيرو ليها دابا. الا كان عندي زد يساوي زيرو كالكو سوا زد، يعني الجزء الحقيقي راه هو زيرو، والجزء التخيلي ليماجينيغ دو زد حتى هو يساوي زيرو. الا كان زد يساوي زيرو راه الجزء الحقيقي يساوي زيرو، والجزء التخيلي يساوي زيرو. اذا كان زد يساوي صفر الجزء الحقيقي زيرو والجزء التخيلي زيرو. هذا لكم نقطة مهمة جدا. تطبيق هو فين غنفهموا هذه الهضره هذه كامل اللي كنا كنقول. شوف معايا مزيان شنو كيتشطر. مثلا عطوني زد واحد يساوي ناقص جوج زائد ثلاثة اي، و زد اثنان يساوي جوج اكس ناقص ايكغيك زائد اي عامل لي ثلاثة اكس. احنا نبداو شوية في زائد جوج إيكغيك. اش غايقول ليا؟ حدد علاقة بين إكس وإيكغيك لكي يكون زد واحد يساوي زد جوج.
ولا حدد اكس و واي باش يكونوا متساويين. هات اكس فين كاين اكس و واي كاين في زد جوج. شنو هو الجزء الحقيقي هنا؟ هو جوج اكس ناقص واي، والجزء الحقيقي هنا هو ناقص جوج. باش تكون عندي زد واحد يساوي زد جوج راه يكافئ الجزء الحقيقي هو ناقص جوج يساوي الجزء الحقيقي هو جوج اكس ناقص واي. صافي جوج ناقص جوج غيكون يساوي جوج اكس ناقص واي. نديروها حنا بحال هكا باش نخدمو بأريحية. الجزء التخيلي العدد زد واحد هو ثلاثة، والجزء التخيلي هنا هو ثلاثة اكس زائد جوج واي. إذا تعطوني مجاهيل و تطلب مني نحدد هاد المجاهيل، نديتيرميني هاد اكس واي شنو غيكون اكس واي. دونك هنا يعني هادي نظمة سيستم، خاصني نحل هاد النظمة هادي، خاصني نكون نعرف نحل النظمات. النظمة الطريقة ديال الحل ديالها سهلة، عتبع معايا الميثود عافاك. غنجبد واي من المعادلة الأولى وغنعوضو في المعادلة الثانية. هذا ناقص واي جيب ناقص واي لهنا، هذا راه سيستم. ناقص واي حولها لهنا غتولي واي، ناقص واي غنجيبها لهنا غتعطيني واي، وناقص جوج غنحولها للطرف الآخر غتولي جوج اكس زائد جوج. جبدنا واي، كنجبد إيكغيك من المعادلة الأولى وكنخشي هنايا هاد العدد إيكغيك غنعوضو في المعادلة الثانية. هاد الثانية ثلاثة تساوي ثلاثة إكس، راك درت هاديك المرة مع الوليدات في القسم، زائد جوج إيكغيك فاش كدرت معاكم من الدول الأصلية. إيكغيك باش غنعوضو جوج إكس زائد جوج. رجعوا على الأمثلة اللي كنا ترينينو فيهم ديال الدول الأصلية غتفهمني إن شاء الله. قلت لكم هذا ديما غيبقى فيكس هذيك المره. دابا تعلم هنا النظمات، واي يساوي جوج اكس زائد جوج بقات فيكس. غنخدم هنا على المعادله، ثلاثة يساوي غنجبد من هنا غنجبد اكس من هنا، اون فا تروفي لا فالور دو اكس. ثلاثة اكس زائد جوج في جوج اكس هي 4 اكس، جوج في جوج هي 4. دونك هنا هذا غيبقى فيكس، واي يساوي جوج اكس زائد جوج. عاود جوج مرات الفيديو لما فهمتيش. ثلاثة اكس زائد ربعة اكس هي سبعة اكس، دونك غنخليو ثلاثة ربعة ربعة، غنحولها عاد ثلاثة غتولي ناقص ربعة. هادشي راه غيدي ليا الوقت. ثلاثة اكس زائد ربعة اكس هي سبعة اكس، غنجبد من هنا قلنا اكس، غنمشي دقة دقة. واي يساوي جوج اكس زائد جوج غتبقى فيكس. ثلاثة ناقص ربعة هي ناقص واحد تساوي 7 اكس. دونك هنا عندنا واي تساوي جوج اكس زائد جوج. 7 اكس راه بحال الا كتبنا بحال هكا، 7 اكس تساوي ناقص واحد. هذه قلبتها، قلبت هذه، جبت ناقص واحد من هنا و7 اكس من هنا، بحال بدلت على المواضيع. يكافي واي يساوي جوج اكس زائد جوج. انت حاول واخا عاد تكتب هادشي، هذا اكس يساوي ناقص واحد على سبعة، ناقص واحد على سبعة، إكس يساوي ناقص واحد على سبعة، سبعة جبنا تحت من ناقص واحد، ها إكس، حنا لقينا إكس. دونك هنا ملي لقينا إكس، هذا كان كيبقى في إكس، غنرجعو نعوضو إكس هنا، ولا سير مباشرة تحسب نيشان إيكغيك، إيكغيك يساوي جوج في إكس، إكس ولقيناها دابا هي ناقص واحد على سبعة. زائد جوج، هاد اكس هذا رجعت عوضتو دابا هنا في بلاصة اكس، يساوي جوج في ناقص واحد هي ناقص جوج على سبعة زائد جوج. توحيد المقام جوج في سبعة، دونك غتولي ناقص جوج زائد جوج في سبعة هي 14، والكل على سبعة. 14 إلا نقصنا منها جوج، أولا ناقص جوج زائد 14 هي 12 على سبعة، احنا لقينا إيكغيك. دونك باش يكون عندي بور كو زد واحد ايغال زد دو، لكي يساوي زد واحد زد جوج، خاصنا اكس يكون يساوي اكس شحال لقينا ناقص واحد على سبعة، اي واي يساوي 12 على سبعة. لكي
يكون زد واحد يساوي زد جوج، أدير حتى لكي يكون زد واحد يساوي زد جوج، إكس يأخذ القيمة ناقص واحد على سبعة، وإكراك يساوي ناقص ويساوي 12 على سبعة. دونك هنا هذا هو الحل في المثال الأول، خاصو شوية الفهم. غنزيدكم المثال الثاني باش تفهموا أكثر. كما قلت لكم دائما كل واحد والطموح ديالو واش باغي يفهم أكثر أو لا. زد واحد يساوي إكس ناقص واحد زائد إكراك زائد جوج الكل في إي، زائد جوج يساوي ناقص جوج إكس في إي زائد إكراك. خاصني الجزء الحقيقي إلا كانت عندي زائد واحد باش لقى زائد واحد يساوي زائد جوج، خاص يكون عندي إكس ناقص واحد الجزء الحقيقي يساوي الجزء الحقيقي. هنا فين هو هنا الجزء الحقيقي؟ هو ناقص جوج إكس؟ لا، ناقص جوج إكس راه كاين حدا إي تخيلي، إذن يساوي إكراك. والجزء التخيلي اللي كاين حدا إي هو إكراك زائد جوج يساوي الجزء التخيلي هنا هو ناقص جوج إكس. دونك هنا يكافي. قبيلة جبدنا إكراك، دابا أجي نخدمو نفيكسيو هادي عاوتاني، غنشد نخلي إكس، عخلي إكس بحال خدمتي بإكس بحال خدمتي بإكراك. إكراك ناقص واحد غنحولها للطرف الآخر، ناقص واحد غتمشي حدا إكراك غتولي زائد واحد، هذا غيبقى فيكس السطر هذا حتى الاخر تندير فيه التعويض. وهنا إكراك يساوي ناقص جوج إكس، وهاد جوج غتمشي للطرف الآخر زائد جوج يكافي إكس يساوي إكراك زائد واحد. غنكتب هاد السطر الأول في النظمة كيف ما هو ثابت، وإكراك يساوي تبع معي في إكراك ناقص جوج هاي ناقص جوج إكس، ها هو إكس راه هو لقيناه في المعادلة الأولى، هو إكراك زائد واحد وسط القوس، وغيبقى عندنا زائد جوج. هاد إكس هذا عوضناه، حيدنا إكس درنا في بلاصتها إكراك زائد واحد، وهذا هو الهدف من النظمة. إذن غتبقى عندي إكس تساوي إكراك زائد واحد، إكراك تساوي دير النشر هنا ناقص جوج إكراك ناقص جوج في واحد هي ناقص جوج زائد جوج يكافي. إكس يساوي إكراك زائد واحد، هاد لالين فيكس هاد السطر فيكس، هادي غادي تدوز لهنا غتولي عندي تلاتة عفوا هنا خليها بلاتي، إكراك ناقص جوج إكراك غتحول زائد جوج إكراك، ناقص جوج مع زائد جوج مشا وغيبقى ليا هنا زيرو. غنخليو حنا إكس يساوي إكراك زائد واحد، باقي تنقلب على إكراك في المعادلة التانية، إكراك زائد جوج إكراك هي تلاتة إكراك يساوي زيرو، إكس يساوي إكراك زائد واحد، وإكراك يساوي هنا عندي زيرو، وزيرو غنقسمو على تلاتة بحال نتوما بحالك، هي زيرو، زيرو على تلاتة راه هي زيرو، احنا لقينا إكراك هو زيرو، غنرجعو نعوضو هاد إكراك هنايا. إذن هنا دونك إكس يساوي إكراك، كانت عندنا إكراك زائد واحد ياك، عا باش نشرح، إكراك هي زيرو زائد واحد، حيت إكراك ولقينا هو زيرو، ها هو إكراك يساوي زيرو، غتبقى واحد. إذن الزوج إكس إكراك يساوي شحال قلنا؟ إكس هو شحال؟ إكس 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 هي واحد، إكراك هي زيرو. دونك خاص يكون عندنا هذا هو الحل ديال هاد النظمة هادي، ولا ينتمي إلى هاد المجموعة تنديرو بحالكم. أو لا تنكتبو طريقة أخرى، يعني إكس يساوي واحد إكراك يساوي زيرو. إذا تقدر تكتفي بهذا القدر هذا باش تزيد تخدم مثال آخر. نعطيك مثال آخر، ها زاد واحد يساوي اثنان إكس زائد واحد اثنان إكراك إي زاد جوج يساوي ثلاثة إكس إي ناقص إكراك. حاولوا تخدموا هذا المثال هذا، اللهم يسر بالتوفيق. بالنسبه للتلاميذ المشتركين في العرض اللي احتاجيتوا الحل قولوا لي الله يرضى عليكم باش نخدموا معكم ان شاء الله باذن الله. موعدنا في الفقره القادمه من الدرس. دابا هذا هنا غير بغيت نطرق لهاد ليغاليتي دو نومبر كومبلكس باش تكونوا على درايه بجميع الفقرات. غادي ندوز دابا الجزء الاخر، يعني راه مازال عدد العقديه طوال بزاف،
دونك جزء اخر مرتبط بما سابق، غنعاودو فيه داكشي اللي كان سابق، يعني ضروري كنوضفو داك الحساب. يلا اناكم الله، اللهم يسر بالتوفيق.